هل في أعمال درامية من وجهة نظرك يا أستاذة سميرة يعني أهانت المرأة أو أهانت صورتها، هدت صورتها عمدا وقصدا يعني؟ لا مش للدرجة، بس أظهرتها بشكل مش ملائم. يعني مش ملائم لمين؟ من ناحية الملابس مثلا. يعني أنا بستنكر جدا طالبة رايحة الجامعة لابسة عريان بحمالات، لا ده الطلبة يضربوها ياكلوها. فأنا ده ظهر مرة في مسلسل، بس زمان ما كانش ممكن يضربوها ولا ياكلوها في الستينات. لا طبعا طبعا الطلبة قليلات، يعني مش هيسمحوا لواحدة تمشي عريانة في وسطهم. تخيل انت ده. لا بس زمان يعني في الستينات وفي السبعينات، يعني اوائل السبعينات ابدا ما كانش فيه ده خالص. كان فيه من الجيب ومخرج الجيب في الشارع وفي الاتوبيس. طيب يعني كان المجتمع ما كانش عنده النظره الصارمه دي، كان يعني كل واحد يعمل عايز يعمله، ما كانش فيه يعني مش هدخل على لبسك انت، انا مالي بيك. انا لبسي كويس. كل واحد لا انا شفت في حلقه من الحلقات البنت رايحه الجامعه وشايله الشنطه ولابسه بحمالات. ازاي ده؟ ازاي تروح الجامعه لابسه كده؟ هو مش عشان ازاي تروح الجامعه، ده مش موجود في الجامعه. لا يعني لانه ده تلبسه على البحر في بيتها، لكن ما تروحش الجامعه كده. وكان يجب المخرج يقول لها لا غيري اللبس او البسي. مش بنزعه اخلاقيه، ولاش لان ده مش موجود في الواقع. في الواقع ان البنت إن لازم ما بتروحش يعني. ايوه لازم الصورة تبقى عامة لكل الناس، ان اللي رايحة الجامعة تحترم المكان اللي هي رايحاه، تلبس اللبس المناسب له. بس عايز اقول ان ده الواقع بقى، هو ده القانون حاليا. انه في الجامعة هتلاقي انه ايه اللبس غير من 30 سنة. فانت لما تيجي تقدم الجامعة النهاردة بتقدمها بمقياس. شفنا سعاد حسني خلي بالك بتاع دلوقتي كانت لابسه يعني جوب قصيره يعني. مش بس كده، دي المفروض انها بطله سباحه وبترقص، والفتاه المثاليه وماله ترقص وبنت شارع محمد علي. كويس، وبترقص مكان امها. والفيلم ده خلي بالك من زوزو بيعتبر من الافلام اللي فيها ثوره وواجه التطرف الديني. بالمناسبه شخصيه محي اسماعيل ربنا يديله العمر والصحه، هو الشاب المتطرف اللي هو كل حاجه لا حرام ما ترقص ما ازاي، وعايز ينزع منها فكره الطالبه المثاليه لانها متحرره. كويس، فصراع. شوف خلي بالك من زوزو كان سنه 72، شوف بنتكلم على كام سنه، قرابه يعني نصف قرن. نصف قرن. ولكن كان في نزعه ثوريه لصالح حريه المراه بطريقه اخرى. مش كل الاعمال زي الباب المفتوح بتاع فاتن حمامه وبركات، لا. خلي بالك من زوزو بتاع صلاح جاهين وحسن الامام كان فيلم ثوري بمفهوم اخر. بمفهوم سعاد، بمفهوم صلاح جاهين، بمفهوم حسن الامام، وهكذا.